السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة شروحات أونلاين، مختصة بما هو جديد من برامج ومواقع وكذلك الربح المال من الإنترنت. موضوعنا اليوم متمثل في كيفية تحويل أو كيفية شحن بنك ناتلر عن طريق البيتكوين. هنالك عدة طرق لشحنها، منها ميستر كارد أو الفيزا، يعني لا يهمنا. نحن اليوم هي كيفية تحويل الساتوشيات التي جمعتها إلى بنك ناتلر وشحنها. أول شيء نذهب إلى البنك، يعني نضغط هنا موني، يعني عملية التحويل. هنالك من يقول أن هذه العملية توقفت، يعني أن البنك ناتلر أصبح لا يقبل الشحن بعملية البيتكوين، ولكن يعني الشحن ما زال متواصل. يعني نضغط هنا على البيتكوين هنا، نعم، حيث كان لا يأخذ عمولة، كان يأخذ 0% يعني عمولة، لكنه أصبح يأخذ عمولة بواحد بالمئة. لا علينا، هنا نحدد المبلغ الذي يتم شحنه، يعني المبلغ بالدولار، أكيد بالدولار، يعني أقل مبلغ الذي تشحنه وهو 5 دولار. نذهب إلى محفظتنا مثلا، نشوف إلى محفظتنا إكزابو كم عندنا في محفظتي. هنا 1 فاصل، لا علينا، لا، أما هنا عندي 7.80 دولار. نعم، نحول المبلغ هذا 7.8، سبعة فاصل ثمانية. نضغط هنا، ننتظر قليلا في عملية التحويل. نعم، 7.8، فهي 7.8. نعم، نضغط هنا continue. هي عملية بسيطة جدا، يعني لا تتطلب إلى شيء كبير. يعني هو هنا يذهب، إذا كانت لديك محفظة في الجهاز، يعني محفظة يعني مستالية أو مثبت على جهازك، أضغط هنا في يتم توجيهها مباشرة. إذا لا توجد ننسخ هذا الرابط، نعم، ونذهب إلى محفظتي، نضغط سن هنا، نعم، نضعه هنا، أضغط هنا أولا، نضغط هنا، نعم، نضع الرابط هنا. المبلغ الذي سوف أحوله، نعم، النسخ لهذا، نعم، هي 0.7.82. أنا لا عندي أقل يعني من هذا المبلغ، عندي أقل، سوف أرجع دقيقة فقط، أنا عندي 0.8. لا علينا، نرجع. المبلغ الذي سوف يتم تحويله وهو 7.5، أحسن، نعم، نضغط هنا، ننتظر، نعم، ننتظر بعض الوقت، نأسف على ضعف الإنترنت. نعم، 7.5 يقبل عادي يعني جدا، يعني نضغط كونتيني، نعم، ننسخ هذا الرابط مثل ما قلنا في الأول. يعني نذهب إلى سائل محفظتي، إلى ثان، نضغط هنا، نعم، نضغط هنا للتحويل، عملية التحويل سو هنا، ننسخ هذا الرابط، نضغط هنا 7.5. نكتب أي شيء، مثلا سلام لتحديدها فقط، ثم نضغط هنا، نعم، نضع الباسورد الخاص بي يعني في محفظة إكزابو، ثم هنا، نعم، ننتظر، ها
احنا سوف يأتينا هنا رمز الكود يعني على الهاتف، ننسى يعني نضعه يعني عادي جدا، ثم انا هنا لقد تم التحويل، سوف ننتظر حتى قبولها. تم تحويلها وهكذا، يعني لقد شحنت حسابي في النوتلر بواسطة يعني بواسطة البيتكوين، عادي جدا. سوف نذهب الى حسابي في النوتلر لإثبات هذه العملية. نعم عندي 6 دولار، لو خرجت يعني ودخلت يعني بعض الوقت سوف يثبت لي انني قد قمت بعملية التحويل. نعم في الانتظار، هذه فقط ليست يعني هنا ننتظر يعني لإثبات صحة أن هذه الأموال التي تم تحويلها ليست أموال لتبويض أموال أو الغش أو هذا أو النوع من هذا القبيل، لكنها سوف يدفع، سوف يتم شحنها. لو دخلنا يعني لو وجدناها سوف يتغير، يعني عندي 7 عندي 6 ثم 7.5 يعني حتصبح يعني 13 دولار يعني. وفي الأخير يعني هذا يعني عندي هذا الموقع لجمع البيتكوين أو لجمع ساتوشي، وهو هذا الموقع يعني موثوق جدا، سوف أضعه أسفل الفيديو لمن أراد التسجيل فيه، يعني صدقوني يعني موقع يعني جميل جدا، يعني يوميا أربح منه، يعني هذا عندي 3 مواقع يعني هذا الموقع وموقعين يعني ربحت منه يعني حوالي هذا 1.5 مليون ساتوشي يعني، وقد دفع لي أكثر من مرة بونس بيتكوين. نعم تحقيق لإثبات أنه دفع لي أكثر من مرة، نعم دفع لي 120 120 300 يعني كل مرة وكلما أطلب الدفع يدفع. وبالأخير نتمنى لكم أمسية جميلة، وأرجو أن الموضوع يكون قد فهمتم من كلامي يعني طريقة كلامي، ولا تبخلونا بالردود والاشتراك في قناتنا عفوا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.